مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أمن العقل. ما زلنا بننقل لحضراتكم أحداث وقائع معركة أين الله الجزء 80، وعنوان حلقتنا ابن عثيمين يتقمص الذات الإلهية. شفنا في الحلقة اللي فاتت ابن حجر بيشرح حديث أتعجبون من غير سعد وأنا الأغير منه والله أغير مني، واستشهد بابن العربي ان التغير محال على الله بالدلاله القطعيه، والتغير ده بيحصل من الغيره وده محال على الله. والشيخ ابن عثيمين قال الغيره صفه حقيقيه ثابته لله عز وجل، ولكنها ليست كغيرتنا بل هي اعظم واجل، ولازم الغيره الاذيه. تعالوا نشوف الشيخ ابن عثيمين هيقول لنا ايه في الفيديو اللي جاي. وقوله قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم، يؤذيني أي يلحق بالأذى، ولكن هذا الأذى كما قلت قبل قليل ليس كأذية المخلوق. وش الدليل؟ قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهكذا صفات الله كلها ليست كصفات المخلوق. وطبعا الشيخ الوهابي ابن عثيمين بيشرح الحديث القدسي قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم، وبيقول إن الله يلحق به الأذى، يعني الأذى بيقع على الله، لكن الأذى ده أو الأذية ليست كأذية المخلوق. مش فاهمة الشيخ الوهابي ابن عثيمين قصده إيه؟ هل بيقصد إن الأذية اللي تقع على الله مش حقيقية لكنها مجازية؟ نشوف الفيديو مرة تانية ونفهم أكثر ونعرف الشيخ الوهابي ابن عثيمين عايز يقول لنا إيه. وقوله قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم، يؤذيني أي يلحق بالأذى، ولكن هذا الأذى كما قلت قبل قليل ليس كأذية المخلوق. وش الدليل؟ قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهكذا صفات الله كلها ليست كصفات المخلوق. وزي ما شفتوا حضراتكم الشيخ الوهابي ابن عثيمين وهو بيقول إن أذية الله ليس كأذية المخلوق، يعني طالما إن الله بيقول عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يبقى الأذية اللي تقع على الله ليس كمثلها أذية، والله هو السميع البصير. ولو في حد أو في واحد بيشتم الله تبقى شتيمة الله ليس كمثلها شتيمة، الله هو السميع البصير. يعني لازم نثبت الأذية بحق الله لأن الله أثبتها لنفسه، ونقول إن أذية الله ليس كمثلها أذية وهو السميع البصير. وخلينا نواصل ونشوف ابن عثيمين هيقول إيه في الفيديو اللي جاي. إذن فالأذية الثابتة، أفهمتم؟ الأذية الثابتة ويجب علينا إثباتها لأننا لسنا أعلم من الله بالله، صح؟ نعم. ومعنى كلام الشيخ ابن عثيمين إن الأذية ثابتة يعني موجودة بالنص سواء في القرآن أو الحديث، وما نقدرش ننفيها لأن الله بنفسه أثبت إن الأذية تقع عليه. فلو إحنا قلنا لأ، إزاي يا الله أنت بتقول كده عن نفسك؟ لا، ده أنت ليس كمثلك شيء وما فيش أي حد أو أي أذية تقع عليك، ده أنت ربنا الأعلى وما يصحش يا الله أنك تقول كده يعني عن نفسك. بلاش تواضع، إحنا متعودين أنك إله متكبر، فإزاي في الآخر بتقول أنك بتتأثر بالأذية أو أن الأذية بتقع عليك؟ سبحانك هذا بالتالي العظيم. الشيخ الوهابي ابن عثيمين بيقول لو انت قلت كده يبقى انت بتقول انك اعلم بالله من الله نفسه، وكده انت كفرت. يعني يا مسلم لو انت بتقول ان الله لا تقع عليه الأذية كده انت هتبقى كافر عند ولاة الحنابلة الوهابية. والكلام ده بيأكده الوهابي الشيخ ابن عثيمين، ونشوف مع بعض الفيديو اللي جاي. فإذا وصف الله نفسه بهذا نقول لا، حاشاك أن يريك أحد أبدا. يعني لو الله بيقول عن نفسه أن الأذية تقع عليه، إزاي نقول له حاشاك أن يؤذيك أحد؟ ما يصحش أننا نفهم الأذية إلا أنها أذية حقيقية تقع على الله، ولا يجوز أننا نقول حاشاك يا الله أن أي حد يؤذيك. اللي يقول أن الله أجل وأعظم من أي حد يؤذيك ده يبقى كافر عند الوهابي الشيخ ابن عثيمين، لأنه كده بيكذب الله. طيب وما نقول إيه؟ هنشوف الجواب من الشيخ الوهابي ابن عثيمين في الفيديو اللي جاي، نشوفه معايا مع بعض. نقول حاشاك أن يضرك أحد، أما أن يؤذيك وقد أثبته لنفسه فنقول آمنا وأقررنا واعترفنا بذلك. وزي ما شفنا الشيخ ابن عثيمين بيقول لا يا رب، ده أنت اللي أثبت لنفسك الأذية وإن أي حد ممكن يؤذيك، لأنك يا رب أنت اللي بتقول عن نفسك إنك ممكن تتأذى، أمنا وأقررنا بأنك إله قابل للأذية.
ده انت لو ما قلتش عن نفسك انك قابل الاذيه مش تبع اله، ده احنا اصلا اعترفنا بالوهيتك لانك اله قابل للاذيه. بس يعني في حاجه كده صغنونه كده، يعني يا رب ممكن تتعرض للاذيه، بس الاذيه دي مش هتسبب اي ضرر ليك. هنشوف الشيخ الوهابي ابن عثيمين وهو بيوضح النقطه دي اكتر واكتر. ولكن مع هذا لا تكون اذيته كاذيه المخلوق، يعني الله يتأذى كما يليق به من غير تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تأويل. ولا يجوز إنك تقول إن الله يتأذى كما يتأذى المخلوق. أذية الله ليس كمثلها أذية، لأنه طالما إن الله ليس كمثله شيء يبقى أذية الله ليس كمثلها أذية. الله يتأذى كما يليق به. إله يعني حتى الأذية اللي بيتعرض لها لازم تتناسب مع مقام الألوهية. وهيشرح الشيخ الوهابي ابن عثيمين النقطة دي أكثر وأكثر ونشوف الفيديو مع بعض. أنا ربما أتأذى من شيء ويكون عندي مثلا انفعال وعدم تحمل، وربما أتضرر، لكن الرب عز وجل لا يمكن في حقي هذا. وأنا قبل ما أكمل كلام الشيخ الوهابي ابن عثيمين عايزة تنتبهوا للأسلوب اللي بيتكلم بيه الوهابي ابن عثيمين. المفروض إنه لما يتكلم عن أذية الله يجيب قصادها باللفظ أذية المخلوق، لكن تلاحظوا إيه؟ بصوا لاحظوا إنه بيقول أنا ربما أتأذى، يكون عندي انفعال، ربما أتضرر، وشوفوا الفيديو مرة تانية عشان نتأكد. أنا ربما أتأذى من شيء ويكون عندي مثلا انفعال وعدم تحمل، وربما أتضرر، لكن الرب عز وجل لا يمكن في حقي هذا. يعني الوهابي ابن عثيمين في الدرس اللي بيديه العوامل الوهابية، بدل ما يقارن بالألفاظ بين الخالق والمخلوق، ده بيتكلم عن نفسه بلفظة أنا قصاد الخالق. طبعا أنا من خلال قراءتي يعني وأبحثي في كتب الوهابية، طبعا الكتب اللي بتتكلم عن العقيدة، لقيت إن الوهابية بيعتبروا نفسهم المتحدثين الرسميين بالنيابة عن الله. اللي كفروه ده مش هيدخل الجنة، واللي يقولوا عنه انه في الجنة ده هيبقى في الفردوس الاعلى، يعني واخدين وكالة كده حصرية من الله. عشان كده مشايخهم بيتقمصوا مش ذات الله، لا بيتقمصوا الذات المساوية لله او مكافئة لله، وده دايما بيبان من فلتات السنة علماء الوهابية. زي ما شفتوا كلام الوهابي ابن عثيمين، انا ربما اتأذى من شيء ويكون عندي مثلا انفعال وعدم تحمل، ربما أتضرر، لكن الرب عز وجل لا يمكن في حقه هذا. يعني بيقول لعوامل الوهابية أنا شيخكم وأحسن واحد فيكم وأعبر عن إرادة الله، أنا الناطق باسم الله وأقرب واحد فيكم لله، وحاجة كده يعني خاصة يعني، لكن أنا أتأذى، ومش معنى كده أن الله برضه يتأذى بنفس الطريقة اللي أنا بتأذى بيها. العقل الباطن عند مشايخ الوهابية بيتصرف كأنه قصاد الألوهية أو معادل أو مساوي للألوهية. والحقيقة المقطع ده مدته أقل من 10 ثواني، لكن في حاجات كتير لازم نقف عندها ونعيد الفيديو ونكمل. أنا ربما أتأذى من شيء ويكون عندي مثلا انفعال وعدم تحمل، وربما أتضرر، لكن الرب عز وجل لا يمكن في حقي هذا. في الحقيقة إن الوهابي ابن عثيمين كل اللي فتح بقه بيقول مصيبة من العيار التقيل، وهشرح المقطع اللي احنا شفناه من جديد. الوهابي ابن عثيمين بيقول انا ربما اتأذى ويكون عندي انفعال وعدم تحمل، والاذيه دي ينتج عنها ضرر، لكن الرب لا يمكن في حقه ذلك. وقبل شويه انت كنت بتقول ايه؟ شوفوا معايا. نقول حاشاك ان يضرك احد، اما ان يؤذيك وقد اثبته لنفسك فنقول امنا واقررنا واعترفنا بذلك. سيب الضرر دلوقتي، احنا بنتكلم عن الأذية. هل الله يتأذى؟ نعم الله تقع عليه الأذية. انت بنفسك قلت امنا واقررنا واعترفنا ان الله قابل للأذى، امال ليه بتقول اللي هنشوف الفيديو اللي جاي؟ شوفوا معايا. انا ربما اتأذى من شيء ويكون عندي مثلا انفعال وعدم تحمل، وربما اتضرر، لكن الرب عز وجل لا يمكن في حقي هذا. أنا ربما أتأذى من شيء ويكون عندي مثلا انفعال وعدم تحمل. طيب إله الوهابية ربما يتأذى لأن أذيته ليست كأذية المخلوقين أو ليست كأذية الوهابي ابن عثيمين اللي حط نفسه قصاد ربنا، بس الأذية دي لازم يكون ليها أثر أو انفعال أو عدم تحمل زي ما شرحها الوهابي ابن عثيمين. ودلوقتي أنا هعمل لكم ملخص لحلقة النهاردة. الشيخ ابن عثيمين بيشرح الآية القرآنية يؤذيني ابن آدم، ويقول يؤذيني أن يلحق بي الأذى، ولكن هذا الأذى ليس كأذية المخلوق، والدليل قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهكذا صفات الله كلها ليست كصفات المخلوق. بعدها أكد وقال هل نعترض؟
ونقول حاشاك أن يضرك أحد أو يؤذيك، وقد أثبتت لنفسك ونقول أمنا وأقررنا واعترفنا بذلك. وبعد كده الشيخ ابن عثيمين يغير كلامه، بعد ما قال الله يتأذى ويتضرر، قال أنا ربما أتأذى من شيء ويكون عندي مثلا انفعال وعدم تحمل وربما أتضرر، لكن الرب عز وجل لا يمكن في حقه هذا، وتهنى معاه وتهنى منه. طب في سؤال، هل الأذية دي لازم يكون ليها أثر أو انفعال أو عدم تحمل زي ما شرحها الوهابي هو سلمين؟ وهسيبكم مع السؤال ده ونوصل الحلقة الجاية في تخبط غلة الحنبلة الوهابية في معنى يؤذيني ابن آدم، أعتقد بكم في الحلقة القادمة. لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. أنت ترد بعقلك ونقبل بعقله، وده يرد بعقله وده ينكر بعقله، يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقول البشر.